بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله بأمر الله هنأخذ النهاردة صفات المعاني. صفات المعاني من الصفات للمولى عز وجل جميلة جدا جدا جدا. هنعرف فيها بعض المعاني الخاصة بالمولى عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قادر، ربنا عز وجل له الإرادة الخاصة به، ربنا عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ليه صفة العلم والسمع والبصر، محدش يقدر يشترك فيهم زي ما قلنا في الدروس اللي فاتت إلا المولى عز وجل. فهناخد أول صفة اسمها صفة القدرة. يعني إيه القدرة والدليل على القدرة؟ نفس الفكرة والحكم، حكم ضد صفة القدرة. في تعريف بيسهل علينا يا جماعة، أو الفكرة بتاع التعريفات الصفات المعاني سهلة جدا. إيه هو التعريف المشترك بين كل الصفات؟ هي صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى. كذلك صفة الإرادة صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى. إذا نحن نحفظ التعريف الصغير ده علشان هيسهل علينا كل التعريفات السبعة الخاصة بصفات المعاني. يبقى أول حاجة عندنا بأمر الله صفة القدرة، هي صفة وجودية قديمة لله عز وجل قائمة بذاته تعالى، ما فيش حد بيقيم هذه الصفة إلا المولى عز وجل. على أساس هذه الصفة بيوجب بها الممكنات ويعدم على وفق علمه وإرادته. يعني ربنا عز وجل يقدر يعمل كل حاجة في أي وقت وفق علمه. طبعا علم ربنا عز وجل يسع كل الكون بكل مشتملاته وإرادة ربنا عز وجل. طيب ما هي الدليل على أن ربنا سبحانه وتعالى عنده القدرة أنه يقدر يعمل أي حاجة؟ أول حاجة أنه إحنا ثبتنا قبل كده أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع الكائنات، سواء كانت هذه كمان في السماوات أو في الأرض أو ما بينهما. طيب والخالق لهذه الكائنات هل يكون ضعيف علشان يقدر يقول، عشان يقدر يشتغل أو يقدر يعمل أي حاجة؟ قطعا لا، لابد أن يكون هذا الخالق لازم يكون قادر. طب لو ثبتنا العجز عن المولى عز وجل يبقى احنا كده بنقول على المولى عز وجل صفة ذميمة، صفة وحشة جدا على المولى عز وجل. طب هذه الصفة حكمها ايه؟ حكمها محال على الله تعالى. طب لو ربنا كان عاجز ما كانش بقى إله أصلا. إذن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل المخلوقات، والخالق يقدر يعمل أي حاجة، علشان لو اتصف بالعجز لما كان إله. طب الدليل من السنة قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، دليل سهل جدا بيوصف إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء، كل تفيد كل حاجة بشكل عام خالص خالص خالص. إن الله على كل شيء قدير. طب في كل تاني بيثبت لنا الحاجة دي؟ طبعا، وكان الله على كل شيء مقتدرا. طب حاجات وحاجات إلا استثناءات؟ لا، كل حاجة، لفظ كل يفيد العموم. وعجز أو بمعنى صح صفة القدرة عكسها إيه؟ عكسها العجز. وحكم العجز على المولى عز وجل مستحيل على المولى عز وجل. طيب دي بالنسبة لصفة القدرة. طيب صفة الإرادة تعرفها إيه والدليل عليها إيه؟ بالراحة واحدة واحدة جماعة، سهلة جدا جدا جدا. صفة الإرادة هي صفة قديمة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى. طيب إيه الفرق بينها وبين صفة القدرة؟ لك تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. يعني إيه الكلام ده كله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يقدر يعمل بإرادته وبكل الإمكانيات اللي موجودة عند ربنا عز وجل، يقدر يعمل كل حاجة في أي وقت زي ما ربنا سبحانه وتعالى عاوز. فلله سبحانه وتعالى وحده يختص بإرادته المخلوق بالوجود بدل العدم أو العكس، وبالقصر دون الطول أو العكس. كل حاجة ربنا عز وجل يقدر يتحكم فيها وهو على كرسي الرحمن، كرسي العرش، وممكن يكون موجود في مكان معين وفي زمان معين. وفي ذلك قصص كتيرة جدا 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 على صفة الإرادة. تمام كده. طب هل في دليل عقلي على أن ربنا سبحانه وتعالى له حق الإرادة في كل شيء؟ طبعا، إحنا اتفقنا يا شباب أن ربنا عز وجل خالق لكل شيء، والخالق لابد أن يكون له القدرة في الاختيار، في اختيار الشيء علشان يقدر يفعله أو لا يفعله. فإذا سلب
أو بمعنى صح عاوزين نقول انتهت فكرة الاختيار للمولى عز وجل، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ملوش حق الاختيار وبالتالي لا يصح أن يكون إله. طيب وجود التفاوتات بين المخلوقات بيدل على أن ربنا عز وجل له حكمة وله حق الاختيار في أن ده يبقى غني ده يبقى فقير، ده يبقى مثلا أبيض ده يبقى أسود، أيا كان. كل التفاوتات دي بتقول على أن ربنا سبحانه وتعالى له حق الإرادة وكل شيء على مخلوقاته. طيب إيه الدليل من القرآن؟ قال تعالى إن الله فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان، يعني ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما شاء الله، وما شاء لم يكن. فكل هذه الأدلة دلت على أن المولى عز وجل له الحق وله الاختيار فيما يريد، ولا اختيار بدون إرادة المولى عز وجل. لذلك بعض الناس بتعترض على اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ليه كده ومش ليه كده، ولكن نسلم تسليم تام بأن المولى عز وجل هو القادر وهو له حق الإرادة، فاختيار ربنا سبحانه وتعالى هو أصلح وأحق اختيار للعبد. طب إيه ضد الصفة؟ ضد صفة الإرادة الإكراه. طب حكم الإكراه على المولى عز وجل حكمه محال أو مستحيل، لأنه سبحانه وتعالى يتصف بالنقص. وبكده يبقى احنا كده خلصنا صفتي القدرة والإرادة، أمر لا نتقابل في دروس أخرى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.